السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ اليوم نزلت تحديات السكن السري ونزل جوائزه وصفحتين من الجوائز وصفحتين من التحديات. فقبل البداية لايك اشتراك تفعيل زر الجرس وكود الشب وازد وددي. طيب هاي تحديات الصفحة الأولى قدامكم. أول تحدي بيقول لك النجاة من ضرر النار، بدك بكل بساطة إنك تدمج حالك بالنار لأربع ثواني وبخلص معك التحدي. فأسهل طريقة إنك تروح على كازية وتفجر تحت البنزين، ولما يطلع منها النار روح وقف على النار وخلي دمجك لأربع ثواني بخلص معك التحدي الاول. التحدي الثاني اكسر دروع الاعداء، يعني بدك تدمج خمس اعداء مشلدين. تقدر تسوي التحدي بتيم رامبل او بجيم عادي، المهم لما تدمج واحد يطلع لك الدمج بالازرق يعني عليه شيلد. التحدي اللي بعده بقول لك اصب الصخور او الهياكل الحجريه، فبكل بساطه بتشوف مثلا زي صخره في الماب بتدمجها بالسلاح بخلص معك التحدي بنفس اللحظه. والتحدي الرابع اللي بعده دمر الخصوم على بعد يتجاوز 44 مترا، ومطلوب منك تدمج 200 دمج، فبتبعد عن خصمك او اي خصم بتشوفه بتبعد عنه مسافه 44 متر او اكثر وبتبلش تدمج فيه، فبسويه على اكثر من خصم وبخلص معك التحدي. التحدي اللي بعده اربض عند التمثال التذكاري، يعني بدك تعمل كراوش هاي مكان التمثال، اول ما توصل عنده تكبس الكنترول او الكبس اللي بتعمل لك كراوش وبخلص معك التحدي. والتحدي الاخير بالصفحه الاولى القي ترسانه وار ماشين او نفاثات حوامه او مدفعا اليا، فبدك تروح على مكان بيعطيك هاي الاسلحه عشان تاخذ الاسلحه وترميهم على الارض. تخيل بس ترميهم على الارض، فهذا المكان حلبة النيترو بتلاقي الصناديق بهذا الشكل، ممكن يطلع لك في احد الاسلحة الثلاثة المطلوبة منك، بدك بس واحد وترميه على الارض وبخلص معك التحدي. هيك بنكون خلصنا تحديات الصفحة الاولى، ننتقل للصفحة الثانية. الصفحة الثانية اول تحدي فيهم افتح صناديق نادرة، بدك تفتح صناديق الزرقاء يعني تلقاها داخل البناكر، البناكر جمع بنكر اوكي، فبتفوت على اي بنكر تحت الارض بتلاقي فيه صناديق باللون الازرق، بتحاول تفتح خمسه تقريبا، كل بنكر فيه ثلاث يعني بدك بنكرين وبتخلص التحدي الاول. التحدي الثاني بالصفحه الثانيه اصب اللاعبين بقفازات دكتور دوم، بدك بالاول تروح على مكان دكتور دوم وتحاول تذبح دكتور دوم عشان يعطيك القفازات، ولما تاخذ هاي القفازات بدك تدمج اربع لاعبين ومو بالتات بس لاعبين اونلاين يعني، وبخلص معك التحدي. التحدي اللي بعده احصل على درع كابتن امريكا او مخالب الفهد الاسود والى اخره، بدك تروح على مثلا بوت اللي ببيعك سلاح كابتن امريكا، هو المطلوب منك عشان ينحسب لك التحدي انه تاخذ درع كابتن امريكا او مخالب الفهد الاسود من شخص قتلته، يعني شخص اونلاين كان قدامك ذبحته طلع معاه باللوت درع كابتن امريكا او مثلا مخالب الفهد الاسود، فاذا قتلت واحد طلع معاه احد السلاحين واخذت السلاح بنحسب معك التحدي انك خلصته. تقدر تعمل الطريقة مع صاحبك، كيف؟ بتروح على مكان البوت ببيعك درع كابتن امريكا، بتعطيه لصاحبك، صاحبك بنتحر ولا تعالجه خليه يتفنش، لما يتفنش خذ السلاح منه كابتن امريكا بنحسب، يعني مو شرط الشخص اللي يموت اللي معاه درع كابتن امريكا يكون ضدك، حتى لو معك بالتيم عادي. التحدي اللي بعده، اقضي على اللاعبين في مقاطعة دوم أو قلعة دوم أو ساحة دوم، لما تكبس على التحدي بيطلع لك ثلاث أماكن في الماب، فبدك بهاي الأماكن تذبح 10 لاعبين أو ممكن بوتات منهم بنحسب لك بهاي الثلاث أماكن وبتخلص التحدي. والتحدي الأخير تخلص من الأتباع أو التابعين، يعني بوتات بشكل عام، روح عند قلعة دوم تلاقي 1000 بوت هناك، اذبح خمسة بخلص معك التحدي. هيك بتكون خلصت صفحتين من تحديات دوم وفتحت جميع جوائزه. فبس بالنهاية إذا حبيت تدعموني انشروا المقطع بكل مكان حتى الكل يستفيد. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وكود الشب وازد ودي دي. مع السلامة.